كابتن عيسى السعيد، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. محمد معوض احد نجوم فريق النادي الاهلي، مبارك لك على الفوز ببطوله الدوري وحسمها بشكل رسمي قبل انتهائها بالنسبه طبعا لمباراه الجيش. مشوار طويل وصعب بالنسبه للبطوله، لو بنرجع شويه كده ورا المشوار كان عامل ازاي، الموسم بالنسبه لكم كان عامل ازاي، وازاي قدرتوا تحسبه قبل البطوله ده يا كابتن محمد؟ والله الحمد لله، الف مبروك للاهلاويه كلها. كان مشوار طويل طبعا، انت بتلعب دوري فماتشات كتير، لعبنا مثلا 29 ماتش لغايه دلوقتي، الحمد لله ما خسرناش ولا ماتش. طبعا الدور التمهيدي بيبقى سهل يعني ما فيهوش ضغط عالي، الدور الثاني طبعا بيبتدي الصعوبه فيه. لعبنا كسبنا الحمد لله الزمالك ماتشين، والجيش كسبناه ماتش، وبدنا نحسم الدوري قبل ما نلعب الجيش كمان ماتش، فده انجاز حلو. دوري غايب بقاله كتير فالفرحه حلوه الحمد لله. انا يمكن بناكد على كلام الكابتن محمود الخطيب، قال ان يمكن كل البطولات اللي بناخدها بتدخل في التاريخ واللي جاي هو الاصعب. عندنا البطوله الاصعب هي البطوله الافريقيه اللي بنتمنى لكم فيها اكيد كل التوفيق. مركزين ازاي يا محمد انتوا اللعيبه وكابتن ميدو، وحاطين هدف ازاي في البطوله الافريقيه؟ والله فعلا زي ما حضرتك قلت، احنا كنا مركزين نحسم الدوري من دلوقتي على اساس ان ماتش الجيش ما يكونش فيه ضغط خالص. احنا الحمد لله خلاص كسبنا الدوري، على اساس ان احنا يعني من يوم الاحد مسافرين على طول معسكر، راجعين على بطوله افريقيا. طبعا بطوله افريقيا بطوله غاليه جدا برده علينا، بالذات ان السنه دي في النادي، فان شاء الله مش تطلع من بره ايدينا باذن الله. فيعني نفرح النهارده بس كده، ومن اول بكره ان شاء الله نقفل الصفحه ونركز في اللي جاي ان شاء الله. لو بخص الكابتن ميدو وكابتن تامر وكابتن محمد جمعه كل الجهاز، حابب تقول لهم رساله واللعيبه بعد المشوار الكبير بالنسبه لبطوله الدوري ده، تحب تقول لهم يا كابتن محمد؟ الله يبارك للعيبه كلها والجهاز بالذات، هو جهاز صغير يعني، كانوا لسه اول سنه يمسكوا السنه اللي فاتت، وكسبنا بطوله افريقيا بس، فدي بالنسبه لهم اول بطوله محليه، والدوري غالي كان بقاله كتير غايب عننا، فببارك لهم طبعا، وان شاء الله تكون اول بطوله، وان شاء الله باذن الله نكمل السنه دي وسنين كتير معاهم ونكسب كل البطولات ان شاء الله. شكرا، تسلم. مبارك من جديد الكابتن محمد، حد من نجوم الفريق ومن نجوم التدريب في النادي الاهلي، ومن ضمننا كمان ايضا احد النجوم الكابتن عبد اللطيف عثمان. برحب بيك وبقول لك مبروك، بطوله مهمه، بطوله الدوري حسمها ده يمكن ينعكس عليكم بشكل كبير للتركيز في البطوله الافريقيه، وكمان يحسب للجهاز الفني ان احنا بنحسم بطوله الدوري قبل نهايتها بشكل رسمي. والله الحمد لله ان السنه دي الفرقه تستحق اكتر من كده، عاملين مجهود كبير جدا جدا، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نحسم البطوله قبل الماتش الاخير، وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله. عندنا تركيز في بطوله افريقيا ومعسكر، وربنا يكرم ان شاء الله ان احنا نقدر نحقق البطوله الجايه ان شاء الله. بتكلم على كابتن ميدو، التوليفه المميزه اللي هو عاملها للشباب مع الخبره، ويمكن هو كمان بيدي دفعه كبيره جدا، بنشوفه على الخط بيتفاعل معاكم بشكل كبير، ده بينعكس عليكم ازاي يا كابتن عبد اللطيف وانت واحد من نجوم منتخبنا الوطني قبل ما تبقى نجم في النادي الاهلي؟ والله بص، هو كابتن محمد مصلح يعني من مميزاته الكبيره جدا الروح العاليه جدا مع الفرقه، وان هو قريب قوي من اللعيبه وحماس وزياده جدا معانا، وفده يعني ده بيدي اللعيبه ثقه كبيره جدا جوه الملعب. الحمد لله ان احنا يعني قدرنا نوفر الشكل ده للفرقه، في لعيبه كبيره وفي لعيبه صغيره كويسه جدا، وفي يعني ان شاء الله المستقبل كبير جدا للفرقه ان شاء الله. البطوله الافريقيه ده التارجت الثاني بالنسبه لكم، الهدف الثاني ان شاء الله بالنسبه لكم، انا عارف ان انتوا طالعين معسكر ان شاء الله يبقى فيه فايده كبيره، مركزين ازاي في البطوله دي على ارضنا وسط جمهورنا بتبقى عبء شويه علينا كابتن عبد اللطيف؟ والله بص اقول لك حاجه، يعني احنا الحمد لله حامل اللقب وفايزين على البطوله في تونس، بس يعني ان شاء الله انت عارف احنا هنا برضو ما بنقدرش نحتفل غير بالموسم كامل، ومش ببطوله لوحدها، لان احنا بنتحاسب على موسم بشكل عام، وان شاء الله الفرقه كلها مركزه ان احنا نقدر نكسب الثلاث بطولات ونحقق الثلاثيه ان شاء الله. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد، وفرحه طبعا كبيره بعد الحصول على بطوله الدوري العام، نجم النادي الاهلي ونجم منتخبنا الوطني عبد الله عبد السلام، مبروك عبد الله. طبعا حسم بطوله الدوري كان ليك دور كبير مع كل زمايلك طبعا في البطوله دي، لكن بيمثل لك ايه حسمها قبل انتهى بشكل رسمي؟ ده بيدل ان في مجهود كبير اشتغلتوا عليه الموسم ده يا كابتن عبد الله. طبعا الحمد رب العالمين، ببارك لكل جماهير الاهلي، ببارك للجهاز الفني المحترم، بجهاز اللعيبه الرجاله. طبعا الحمد رب العالمين، استعدينا من فتره الصيف استعداد شاق، وفي تعب وفي اصرار وفي تركيز من اللعيبه. الحمد رب العالمين الدوري كان غايب 3 سنين، فطبعا انت النادي الاهلي متعود على المركز الاول، لازم ترجع الدوري تاني مكانه في بيته. الحمد رب العالمين ربنا كرم، ده راجع لاصرار وتركيز اللعيبه. طبعا الموسم طويل، ادوار تمهيديه ولعبنا دور تمهيدي ودور فاينل ايه دوت، الحمد رب العالمين في تركيز في اصرار من اللعيبه بالجهاز الفني، بقول لهم الف مبروك والحمد رب العالمين. بنأكد كمان على التوليفه المميزه اللي عاملها الكابتن ميدو، الخبره والشباب، وبعدين يمكن انتوا بتبنوا فريق، بتبنوا جيل، ورغم كده ان انتوا قدرتوا ان انتوا تحافظوا على القوام وتحققوا بطوله الدوري، ده ازاي بيمثل لكم ايه مع الجهاز الفني والفتره اللي جايه بيحملكم حاجات كتيره جدا يا كابتن عبد الله؟ طبعا احنا بالنسبه للفرقه في عناصر جديده، في زي يوسف حمدي صافي ابن الكابتن حمدي صافي طبعا ربنا يكرمه، عنده 10 سنه، عندنا محمد حماده، عندنا شريف، عندنا محمد رمضان اللي بالفريق، طبعا عاملين اندماج بين الخبره والشباب، والحمد رب العالمين في تركيز منهم، يعني بياخدوا تعليمات من الجهاز الفني ومن اللعيبه الكبيره، في انسجام بيننا احنا الاثنين، الحمد رب العالمين يعني
في انسجام جامد والحمد لله رب العالمين، ربنا كان باذن الله. البطوله الافريقيه انا عارف انت واحد من نجوم منتخبنا الوطني وشاركت في اكتر من بطوله سواء مع النادي الاهلي او منتخبنا الوطني، لكن الفرق الكبير بين بطولات الدوري وبطولات الكاس والبطوله الافريقيه محتاجه تركيز اكبر يا كابتن عبد الله. طبعا اللعيبه بالنسبه للدوري المصري طبعا زي ما انت حضرتك عارف اللعيبه كلها عارفه بعضها، افريقيا بيبقى الموضوع مختلف عشان في بعض الفرق معاه محترفين، بيبقى الموضوع محتاج تركيز اكتر، محتاج تركيز زي الدوري يمكن اكتر كمان، فربنا يسهل ان شاء الله هنركز بطوله افريقيا باذن الله وربنا يكرمنا ان شاء الله بيها باذن رب العالمين. ربنا يخليك، شكرا شكرا. بنشكر طبعا الكابتن عبد الله عبد السلام واحد من النجوم. الزميل كريم احمد شكرا جزيلا، لقاءات مهمه، شفنا كابتن محمد مصلحي قد ايه تركيزه خلاص بطوله راحت بيركز بعد كده على طول على ضمننا كمان الكابتن تامر مجدي طبعا المدرب العام لفريق النادي الاهلي. مبروك يا كابتن تامر، مجهود كبير وحسمنا بطوله الدوري قبل انتهاءها وده اللي بناكد عليه، ده مجهود كبير اولا للجهاز الفني اللي بيحاول ان هو يبني فريق من اول وجديد، لكن كمان ان انتوا تحسموها قبل الانتهاء ده يحسب لكم اولا يا كابتن تامر. اشكرك طبعا والف الف مبروك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، والحمد لله احنا استعدينا كويس قوي السنه دي، اتعلمنا من اخطائنا، قدرنا يعني نجهز الناس كلها معانا، لعيبه تحت السن يوسف صافي ومرجان وعمر ياسر، الناس دي ابتدينا ندعمها مع اعمار السن صغيره وناس خبره وناس، جبنا برجوعه طبعا عبد الله عبد السلام مايسترو والنادي الاهلي صنع العاب، قدرنا الحمد لله ان احنا ندعم السنه دي بقى عبد الله وحسام، بقى عندنا من احسن الناس معدين في افريقيا مش في مصر بس، مع حليم وعادل وجبنا شكري محترف، قدرنا ان احنا الحمد لله نجهز احمد سعيد اللي كان مفاجاه الدوري السنه دي، والحمد لله قدرنا ان احنا نجهزه، والحمد لله معانا عبد الرحمن كان مع حليم معانا خبره زي تيفا، الحمد لله كابتن محمد مصلحي يعني اقدر اقول لك ان هو عمل توليفه جميله جدا ما بين اعمار كبيره وما بين اعمار متوسطه وما بين اعمار صغيره، قدرنا الحمد لله ان احنا السنه دي نقدر ان احنا زي ما حضرتك شفته والناس شافت الفرقه الحمد لله لاخر ماتش او لقبل الماتش الاخير اللي وقف الفرقه واقفه على رجليها كلها، كل الناس بتشتغل طبعا، انا بشكر كابتن حسن على مخطط الاحمال على المجهود اللي هو عمله طبعا مع الفريق، قدرنا الحمد لله زي ما انت شايف الفرقه واقفه على رجليها لاخر ماتش، عندنا الناس غيرنا تغييرات كتير طول الموسم ولغايه وقتنا هذا الحمد لله قدرنا ان احنا يبقى عندك قوام فرقه من 18 لاعب بتقدر تشيل وتحط زي ما انت عايز، عندك دكه كويسه جدا، دي ريحت كابتن محمد مصلح طول الموسم ان انت قدرت تشتغل على نفسك في طول السنه ان شاء الله. الحمد لله. البطوله الافريقيه شايفها ازاي بالنسبه لنا؟ عليها تركيز كبير، انا عارف ان انتوا طلعتوا تعملوا معسكر للاعداد ان شاء الله تستفيدوا منه بشكل كبير يا كابتن تامر، لكن البطوله الافريقيه بتمثل لنا ايه وشايفها ازاي يا كابتن؟ طبعا بتمثل لنا حاجات كتير قوي، زي ان اول حاجه ان البطوله عندك في ملعبك، دي ضغط لوحده، تاني حاجه احنا لسه قدامنا ماتش طلاع الجيش يوم الاحد ان شاء الله بامر الله باذن الله نكسبه ان شاء الله، يبقى انت قدرت ان انت تفوز السنه دي من غير ولا هزيمه في كل المباريات، تبقى صفحه وانتهت بتاعه الدوري. بعد كده زي ما حضرتك قلت ان احنا طالعين معسكر مرحله تانية، بتبتدي تعالج الاخطاء اللي انت وقعت فيها طول الموسم، بتبتدي ان انت تشتغل تعرف القوه بتاعه الفرق اللي هي تبقى قويه في البطوله الافريقيه، بيبقى معانا بعض الماتشات للفرق التانية اذا كان فرق من الجزائر او من تونس او ايا كان، فبتبتدي تشتغل عليهم، بتبتدي تعالج الاخطاء، بتبتدي تبني تاني لو في اي حد عنده بعض التقلصات او اي حاجه بنهايه الموسم، بس الحمد لله ده ما فيش عندنا، فبتبتدي تعالج الكلام ده كله في خلال المعسكر، وبتبتدي تستعد ان شاء الله للبطوله. البطوله بيبقى لها ترتيب خاص زي ما انا قلت لحضرتك، بتبقى في النادي الاهلي. الحمد لله قدرنا ان احنا نجيبها تاني النادي الاهلي عشان الجمهور النادي الاهلي يخش ويفرح تاني ويدخل يشجع فرقته، وربنا يوفقنا ان شاء الله وتبقى مرحله تانية باذن الله مع النادي الاهلي. الله يبارك فيك واشكرك، متشكر جدا. بنشكر من جديد لكل نجوم فريق النادي الاهلي، الجهاز الفني، اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي على بطوله الدوري العام، واكيد نبارك من جديد للنادي الاهلي في الكره الطايره انسات في حصولهم على البطوله الافريقيه. مستمرين معاك يا كابتن هيثم السعيد، كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولقاءات خاصه هنا من طبعا نادي الشرطه اللي كان بيستقبل مباراه الاهلي وسموحه. الزميل